اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج متن الخبر حيث سياخذكم في جوله موسعه في ثنايا الصحف المحليه والعربية لتكون أقرب إلى الصحافة المكتوبة وإلى أهم العناوين التي شاركت فيها الصحف لهذا اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من آذار السيد الرئيس يستقبل وزير الخارجية المغربي الزائر وتنسيق فلسطيني مغربي بهدف تبني مقترحات عملية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقدس المحتلة وجماعات الهيكل تطالب بإخلاء الأقصى لتقديم قرابين الفصح العبرية ومن هذه العناوين الرئيسة ابقوا معنا لنستهل قراءة عناوين صحيفة الحياة الجديدة أبو ردينا يصرح في صفحتها الأولى لصحيفة الحياة الجديدة قرارات الكونغرس والإدارة الأمريكية بوقف المساعدات إعلان حرب على شعبنا وفي أسفل الصفحة شكري يؤكد على ثوابت الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية والاتحاد البرلماني الدولي يرفض بلغه حازمه اعلان ترامب بشان القدس ويعتبره لاغيا وباطلا وفي اسفل هذا الخبر ايضا تناولت صحيفه الحياه الجديده في صفحتها الاولى هناك محاميه فلسطينيه تترشح لانتخابات الكونغرس الامريكي وتعيد بارتداء الثوب الفلسطيني المطرز وتظهر الصحيفه صوره للمحاميه رشيده طالب وعلى راس الصفحه في اذنها اليمنى كتبت صحيفه الحياه أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظم مهنة أن معبر الكرامة سيعمل 24 ساعة ابتداء من الثالث من حزيران وحتى الخامس عشر من أيلول ومن صفحتها الأولى إلى الصفحة الأخيرة متن الخبر توقف عند مقال لافت للكاتب باسم برهومة تحت عنوان مناورات حماس وصفقة العصر وفي متن المقالة لا يمكن فصل ما تسميها حماس المناورات العسكرية التي تجريها مليشياتها في قطاع غزة عن الحديث الذي يدور حول صفقة العصر فاستعراض القوة التي تقوم به حماس هو بمثابة رسائل لعدة أطراف الرسالة الأكثر خطورة على المشروع الوطني هي تلك الموجهة للولايات المتحدة وإسرائيل والعالم حماس التي تصر أن تطرح نفسها بديلا عن منظمة التحرير صرح الناطقون باسمها أنها جاهزة للحوار مع إدارة ترامب هذه الإدارة التي تحاصر القيادة القيادة الفلسطينية الشرعية وتعمل على تصفية القضية الفلسطينية عمليا. ما تريد حماس قوله عبر استعراض القوة هذا بانها هي لا منظمة التحرير من يستطيع التعاطي مع صفقة القرن القبول بدويلة فلسطينية بقطاع غزة، فاستعراض القوة لا معنى له سوى ارسال رسالة بان حماس هي من يتحكم بهذه الجغرافية ولا غيرها يمكنه اخضاع الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه. وللتوضيح لمن لا يرى المشهد بكامله فان قرارات حماس لا تعبر عن اراده فلسطينيه وانما عن مصالحها هي ومصالح جماعه الاخوان والمحور الاقليمي الذي هي جزء منه هذا المحور الذي يتنافس مع محاور اقليميه اخرى يعمل على نيل رضا اداره ترامب واسرائيل عبر تقديم التنازلات في المكان الاكثر اغراء لواشنطن وتل ابيب وهو القضيه الفلسطينيه وتمرير صفقه القرن حيث يقف الرئيس ابو مازن عقبه في وجهها مشاهدينا ومن صحيفة الحياة الجديدة ننتقل إلى صحيفة القدس ومن أهم العناوين لهذا اليوم. إسرائيل تتوقع مواجهات عنيفة قد تنتقل من القطاع إلى الضفة. وتناولت أيضا صحيفة القدس في صفحتها الأولى خبر آخر اختراق السياج الحدودي مع قطاع غزة يثير جدلا وأسئلة ومخاوف أمنية إسرائيلية كبيرة. وأيضا هناك 700 عنصر من الشرطة الإسرائيلية الخاصة. يتدربون على اقتحام المسجد الاقصى يوم الجمعه. وأيضا بلدية القدس توزع اختارات هدم في سلوان. ومشاهدينا نختم جولتنا في صحيفة الأيام ومن أهم عناوينها لهذا اليوم. جماعات متطرفة تلصق دعوات على بوابة الأقصى وتدعو لإخلاء المسجد يوم الجمعة لتقديم القرابين. وفي أسفل هذا الخبر في صحيفة الأيام تناولت خبر تحت عنوان الجيش الاسرائيلي ينظر بخطوره بالغه لنجاح ثلاثه فلسطينيين في التسلل من قطاع غزه، وفي جانب هذا الخبر اسرائيل تعلن تسهيلات اداريه لنقلها. القناه العبريه تصرح ترامب لن يحضر مراسم افتتاح السفاره الامريكيه في القدس المحتله، وفي اسفل هذا الخبر خبر من غزه تسارع التحضيرات لانطلاق مسيره العوده، والنشطاء يتعهدون بانجاحها واسرائيل تواصل التهديد. وعلى رأس الصفحة تناولت صحيفة الأيام خبر عاجل في أذنها اليمنى نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد إصابته بحمى شديدة مشاهدين متن الخبر ينتهي من جولته في عناوين الصحف المحلية ومقالاتها فاصل ونعود نعود من جديد مشاهدينا للحديث عن الحدث الابرز لهذا اليوم، حيث تناولت الصحف بصفحاتها الاولى خبرا تحت عنوان: استولت عائلات من المستوطنين على مبنيين لعائله فلسطينيه قرب الحرم الابراهيمي في الخليل، حيث يحاولون المستوطنين بشكل عام الاستيلاء على منازل البلده القديمه عن طريق التزوير. لحديث اكثر عن هذه الانتهاكات، ينضم الينا من مكتب الخليل مدير عام لجنه اعمار الخليل الاستاذ عماد حمدان اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا استاذ عماد مجددا مستوطنون يستولون على منزلين قرب الحرم الابراهيمي في الخليل كيف تقرؤون ذلك؟ يعني بالتاكيد هذه الهجمه متواصله من قبل الاسرائيليين وكل يوم عملنا بنشهد اعتداء جديد على اما عقار او مبنى او محل تجاري ويعني هذا عن الاعتداء عدا عن الاعتداءات اليوميه طبعا المباشره ضد المواطنين الفلسطينيين، لا. سواء عليهم جسديا ام على ممتلكاتهم مه. اذا كانت تتعلق في سواء ماشيه، سواء في بعض الاحيان اشجار، وانا اتحدث هنا عن سكان البلده القديمه ومحيطها في منطقه تلرماده في منطقه واد الحصين، فيوميا يعني هناك اعتداء وهناك هجمه ممنهجة من قبل الإسرائيليين لا. أخطر ما في الموضوع هو الهجمة التي يمارسها على المباني والعقارات وبالأمس القريب تم إخراجهم من مبنى يعود لعائلة أبو رجب مم. بعد انتهاك طبعا واضح وصريح ومكوث في هذا المبنى لمدة نحو سبعة أشهر وخرجوا من هذا المبنى وقاموا باقتحام مبنى جديد وهو مبنى الزعتري طبعا هذا المبنى يجدر او تجدر الاشاره انه كمان كانوا اقتحموه قبل عامين وتم اخراجهم نعم يعني هذه السياسه التي يتبعها المستوطنون نعم نعم استاذ نعم. عماد هذا الاستيلاء جاء بعد صدور حكم من محكمه قضائيه اسرائيليه كيف تنظرون الى ذلك خاصه وان هذا الاستيلاء تنساق معه المحاكم الاسرائيليه لا عفوا هذا الاقتحام آه لم يأتي بأي شيء له علاقة بالقانون أو المحاكم هو اقتحام من قبل الشلة من المستوطنين ثلة من المستوطنين آه عصابة مستوطنين زي ما بدك تسميها ولكن مم. لا يوجد أي مسوق قانوني لاقتحامهم نعم فكيف يمكن التصدي لمحاولات هذه الاستيلاء من قبل هذه المستوطنين لنقول قانونياً طبعا المحاولات الرئيسيه نعم يعني بشكل رئيسي ويعني هذا اهم ما يمكن عمله هو التصدي القانوني فسوف يكون هناك تصدي قانوني لهذه لهذا الاعتداء وهذا الانتهاك ونحن في لجنه عمار خليل لدينا الوحده القانونيه التي تتابع هذا الموضوع وقامت بمسانده المالكين بتقديم شكاوى وهي اولى الخطوات القانونيه التي يجب آه القيام بها نعم استاذ عماد نرى هنا بصحيفه القدس في صفحتها الاولى صوره لجندي اسرائيلي يقوم بالحراسه امام مدخل المنزل الذي سول عليه المستوطنين قرب الحرم الابراهيمي كيف او ما تعقيبك على هذا آه الحراسه التي يقوم بها جنود الاحتلال ان يتم هذا الاعتداء وان تتم هذه الاعتداءات تحت غطاء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مم. وأن يوفروا لهم الدخول الآمن إلى المباني والعقارات الفلسطينية واجب الحكومة الإسرائيلية رغم أنها المحتل ولكن بموجب الاتفاقيات الدولية يجب على المحتل وهي دولة إسرائيل هنا أن توفر الرعاية والأمن للجانب الذي يتم احتلاله وألا تكون مسانده لهذه العصابات المتطرفه التي تعمل على اقتحام المباني وتقوم باختلاسها وسرقتها وكاننا يعني في في شريعه الغاب او يحكمنا شريعه الغاب فيعني هذا اخطر ما في الموضوع ان يكون هناك غطاء من قبل سلطات الاحتلال لمثل هكذا اعتداءات. نعم مجددا، كيف يمكن تفعيل هذه القضيه في المحاكم الدوليه؟ وثانيا انتم كلجنه اعمار في الخليل، كيف يتم حمايه هذه الافراد التي يتم الاستيلاء على منازلها في الخليل؟ يعني بدايه قبل التوجه الى المحاكم الدوليه يجب استنفاذ آه الاجراءات المحليه، يجب التوجه الى المحاكم المحليه، وللاسف هنا نحن نتحدث عن المحاكم الاسرائيليه ونحن كالقابض على الجمر نذهب الى محاكم العدو من اجل انصافنا ولكن ما يوجد بمقدورنا ما هو باستطاعتنا فعله اكثر من ذلك ولكن حتى نذهب اجابه على سؤالك حتى نذهب الى المحاكم الدوليه يجب بدايه ان نذهب الى المحاكم المحليه واستنفاذ المحاكم او الاجراءات القانونيه محليا. طبعا نحن نقول انه طبعا باشرنا في اولى هذه الخطوات وهي تقديم الشكاوي لدى السلطات الاسرائيليه والتي سيعقبها طبعا اذا استجابت السلطات الاسرائيليه والشرطه الاسرائيليه لهذه الشكاوي وقامت باخراجهم فسوف نقف هنا ولكن اذا تجاهلت هذه الشكاوي فبالطبع سوف نكون ملزمين مجبرين للتوجه بالتماس كما حصل مع مبنى ابو رجب. نعم اشكرك استاذ عماد حمدان مدير عام لجنه اعمار الخليل لحديثك معنا في برنامج متن الخبر، مشاهدينا فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد في القسم الأخير من برنامج متن الخبر حيث سيتجول جولة أخيرة في الصحف العربية ونبدأ من الصحف الأردنية والمزيد مع الزميلة أروى حماد أعدت لنا هذه الجولة لأبرز العناوين الإخبارية الصادرة هناك هذا الصباح نبدا جولتنا من الاردن مع عناوين صحيفه الدستور، الملك ندعم صمود كنائس القدس والحفاظ على المجتمع المسيحي في الاراضي المقدسه، وخطر الارهاب يهدد منظومه الامن والسلم العالميين، ومواجهته تتطلب نهجا شموليا. الحكومه ترفض السماح لليهود بالصلاه وتقديم قرابين الفصح عند بوابات الاقصى. وتدريبات للاحتلال تحاكي اقتحام الأقصى لمواجهة يوم الأرض وننتقل في جولتنا إلى عناوين صحيفة الرأي "الملك ضرورة كسر الجمود في عملية السلام" وجلالته يستقبل وفدا من رؤساء وممثلي الكنائس في القدس ووزير الخارجية القبرصي، الملك يؤكد دعم صمود كنائس القدس، وفي العناوين أيضا ممثلو كنائس القدس يثمنون جهود جلالته للحفاظ على عروبة المدينة المقدسة، والوصايات تجسد الدور التاريخي للهاشميين في حماية المقدسات والدفاع عنها في بادرة هي الأولى من نوعها احتفال اسلامي مسيحي بعيد البشارة اليوم، الحكومة تدين تنظيم تدريب قرابين الفصح جنوب الأقصى، وفي عنوان آخر إسرائيل تسرع إجراءات فتح سفارة أمريكا بالقدس، والهيكل تدعو لإخلاء الأقصى الجمعة لتقديم قرابين الفصح. مستوطنون يستولون على مبنيين بالخليل والاحتلال يعتقل ثلاثه فلسطينيين تسللوا من غزه ورؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل اسرائيل الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفه والقدس وفي العناوين العربيه والدوليه اجلاء مستمر من الغوطه وتهديدات بهجوم على دوما والعبادي نرفض أي تجاوز على تركيا من أراضينا، ونختتم هذه الجولة مع عناوين صحيفة الغد، جلالته يجري مباحثات مع رئيس بنما، ويلتقي رؤساء الكنائس في القدس، والملك ثابتون بالدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني بالقدس، وممثلو الكنائس المقدسية، الدعم الملكي يعزز صمود المقدسيين. رؤساء الموساد السابقون يحذرون من مخاطر سياسة نتنياهو، والاحتلال يستعد لقمع مسيرات العودة الجمعة في ذكرى الأرض، خبير إسرائيلي يؤكد تساوي عدد الفلسطينيين باليهود في فلسطين، وفي خبر أخير الأطلسي يلحق العواصم الغربية وواشنطن بالحرب الباردة ضد موسكو، لبرنامج متن الخبر أروى حماد. شكرا للزميله اروى وجوله اخرى في الصحف المصريه لابراز اهم الاحداث والعناوين التي تناولتها الصحافه المصريه والزميله نجوى يونس لليوم الثالث على التوالي تستحوذ اخبار انتخابات الرئاسه المصريه على اهتمامات الصحف في يومها الاخير. معركه الديمقراطيه مستمره، الشباب نجوم اليوم الثاني والحضور النسائي ما زال طاغيا. مسيرات جماهيريه وطلابيه تهتف انزل شارك. رئيس الوزراء يدعو المواطنين للتصويت بحريه. الهيئة الوطنية لانتخابات تسير بانتظام وعقوبات لمن يعلن نتائج الفرز الإعلام العالمي يبرز الأجواء الاحتفالية في الانتخابات الجامعة العربية تشيد بالانتخابات إلى أخبار أخرى اهتمت بها الصحف المصرية الحكومة تحيل قانون الأعلى لمواجهة الإرهاب إلى البرلمان فرنسا ترحب بمباحثات القاهرة لتوحيد الجيش الليبي هزيمه وديه جديده للفراعنه في غياب محمد صلاح المنتخب يسقط امام اليونان بهدف في تجربه الوجوه الجديده والان الى اهتمامات الصحف المصريه بالشان الفلسطيني الرئيس الفرنسي يزور فلسطين واسرائيل في الخريف وزير الخارجيه المصريه يطلع وزير خارجيه المانيا الجديد علي جهود مكافحه الارهاب والمصالحه الفلسطينيه غضب فلسطيني بعد توزيع منظمات الهيكل لمنشورات لاخلاء الاقصي خلال عيد الفصحى الان الي بعض العناوين العربيه والدوليه السعوديه تندد بصواريخ الحوثي الايرانيه في مجلس الامن، الامارات تشكو الدوحه بعد تحرش مقاتلتين قطريتين بطائرات مدنيه لها، استمرار اجلاء الاف المسلحين والمدنيين من الغوطه الى شمال غرب سوريا، موسكو تتوعد بالرد على ما اسمته وقاحه الغرب بعد طرد دبلوماسيها، وتتهم واشنطن بابتزاز الدول التي طردت الدبلوماسيين. كارتر يحذر تعيين بلوتون مستشارا لترامب كارثه لامريكا واخيرا تحت شعار الالفيه الرقميه الى اين؟ 40 مشاركا من 16 دوله في المنتدى الدولي للاتصالات. المنتدى يعقد في الشارقه الاماراتيه ويناقش الاتصال الحكومي في عصر المجتمع الرقمي. دمتم بخير نجوى يونس القاهره. شكرا لزميلة نجوى وجولة أخيرة من لبنان ومع الزميلة زينة عبد الصمد لمعرفة أكثر العناوين والأحداث هناك نستهل قراءتنا لعناوين الصحف اللبنانية الصادرة من بيروت اليوم مع اللواء اللوائح تخرج بنصف المجلس ونصف المرشحين وحملات كيدية تتجاهل البرامج جعجع على خط الكهرباء بعد كلام عون واختبار التضامن الوزاري في جلسة اليوم هاي لفشل الهدنة في سوريا يوم عار للأمم المتحدة روسيا تخير مقاتلي دوما بين الخروج أو الهجوم ولي العهد صواريخ الحوثي محاولة أخيرة بائسة الملك سلمان يؤكد التصدي لأي عدوان اعتقال ثلاثة فلسطينيين ونقل نتنياهو إلى المستشفى إسرائيل تسرع إجراءات افتتاح السفارة وإلى عناوين صحيفة النهار الإهمال الرسمي يهدد العام الدراسي الأطلس يطرد دبلوماسيين روسنا لافروف سنرد ولن نسكت وإلى صحيفة البناء وأبرز ما تناولته على صفحتها الأولى الأتراك خارجة الرفعة وتعثر حل دوما وقمة بوتين وإردوغان وروحاني لحل الخلافات بري منتبه نفطيا وعون لحل كهربائي وجعجع يرد بالمناقصات والموازنة اليوم لماذا تتجاهل الحكومة عروضا إيرانية وسورية لتغطية العجز الكهربائي عبر خطوط النقل؟ دخيل تتهم الجبور برفض إدراج التهديدات التركية على جدول أعمال المجلس العباد مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف لبرنامج متن الخبر زين عبد الصمد شكرا لزميلة زينة ومن لبنان يعود متن الخبر إلى مصدره الأساسي هنا فشكرا لكم على هذه المتابعة ونلقاكم غدا مع أخبار ومقالات جديده في الصحف المحليه والعربيه في امان الله